السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. في هذا الفيديو هذا غادي نبارطاجي معكم واحد الطريقة أخرى ديال العمل، واللي العديد من الشباب كانوا يخدموا في هذا يعني في هذه الخدمة هذه غير من الدار، وكاينين بزاف ديال المواقع اللي معروفة بهذا النوع من الخدمة واللي كتحتاج منك غير جوج الحوايج، بي سي وانترنت. هذا الموقع اللي غادي نبارطاجي معكم إخواني هو الموقع ديال أمازون، وكيف كتعرف العديد منكم ان هذا الموقع عالمي واللي كيهتم بالاي كوميرس من الدرجه الاولى، واللي تاسس هذا الموقع في 1994 بواشنطن، واللي تم التاسيس ديالو على يد جيف بيزوس. ومع هذا الموقع اخواني يقدر دير بزاف ديال الخدائم، واللي كتسمى بالفري لانس، يعني كتخدم بوحدك ومن دار وبدون ما انك تمشي للشركه، انطلاقا من الخدمه عن طريق سيرفيس كليونتيل. وفي بزاف ديال المدن في العالم، من بينهم الرباط، كازا، سالا، وكذلك قنيطرة، والمقر ديال هذا الشركة هذه كاين في سالا الجديدة تكنوبوليس غابا سنتر في أغودال في الرباط. وفي ثلاثة ديال السنوات فجات كورونا أغلب ديال الخدمات كدار أدوميسيل، من مجموعة من الشباب اللي هما مسجلين في هذا الموقع ولا في هذه الشركة هذه بالصالير اللي كيبدا انطلاقا من 7800 درهم في الشهر، مع عدة انكيازات اللي غادي نشوفوا في هذا الحلقة هذه. وفي هذا الفيديو إخواني غادي نتعرفوا على أشنو غادي نديروا في هذه الخدمة هذه مع أمازون، واشنو هما المميزات ديال الخدمه مع امازون، وكذلك غادي نوريكم يعني الساعات ديال العمل مع امازون، واشنو هما الشروط باش ننخرطوا في العمل مع الشركه ديال الامازون. في الاخير ديال الفيديو اخواني غادي نوريكم الطريقه كيفاش تسجلوا او تدفعوا الطلب باش تخدموا مع الشركه ديال الامازون. إذن أول شيء إخواني غنتعرفوا على أشنو غادي نديروا في هذه الخدمة مع أمازون. كيف كتشوفوا أمامكم إخواني، كنديروا مساعدة للعملاء عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني أو بالدردشة عبر مكالمات بالفيديو. وكذلك الشركة ديال أمازون غادي تعطيك بزاف ديال البرامج باش تخدم بهم في هذه الشركة هذه. وقبل ما تبدا الخدمة مع الشركة ديال أمازون، إذا تقبلتي في الشركة هذه غادي تدوز معهم واحد التدريب لمدة ديالو أسبوعين. أشنو هما المميزات ديال الخدمة مع أمازون؟ اول شيء اخواني الصالير اللي هو كيوصل 8000 درهم في الشهر، يعني الساعه 34 درهم فاصله 60 الساعه. البريم اللي غادي تاخذوا 300 درهم كل شهر باش تخلص الانترنت والضو. وبالنسبه لامازون راهي دايره يعني كديكلاريك في الصندوق المغربي للتقاعد سي ام ار، وكتستافد كذلك من التغطيه الصحيه، وكتستافد من الكونجي الامومه والابوه مدفوع الاجر، وكتستافد كذلك من الانشطه اللي كديرها امازون للموظفين ديالها كل سنه مع الهدايا. شحال هما ساعات العمل مع امازون؟ اول شيء اخواني غادي تبدا التدريب الالزامي لمده ديالو اسبوعين، ولن يسمح لك باخذ عطله او الغياب خلال هذا التدريب. بالنسبه للساعات ديال العمل 44 ساعه في الاسبوع. بالنسبه للخدمه غادي تبدا من 6 ديال الصباح والنهايه ديالها 12 ديال الليل. بالنسبه للجدول الزمني وايام العمل كتجي متناوبه، يمكن التغيير من الاسبوع الى اخر، يعني ايام الراحه يومين في الاسبوع ولم يتم تحديدها في يعني دائما في نهايه الاسبوع. اذا اخواني الايام ديال الراحه يمكن انها تجي جوج مرات في الاسبوع، من غير انها تجي في نهايه الاسبوع، يعني الويكاند يمكن لها انها تجيك في الاسبوع الاول مثلا، تجيك في الاثنين والثلاثاء، ولا تجيك في الثلاثاء ولا الاربعاء، ولا تجيك في الخميس والجمعه، يعني كتجيك جوج المرات في الاسبوع، يعني في الوسط ديال الاسبوع ولا في الاخر ديال الاسبوع، يعني كل اسبوع وشنو يوم يعني ذوك اليومين اللي كتجيك فيهم يعني ايام ديال الراحه. اشنو هما المهارات المطلوبه باش تخدم مع امازون؟ يجب التحدث بالفرنسيه بطلاقه، ولديك مهارات اتصال ممتازه كتابيه وشفويه. يجب احترام اوقات العمل اللي هي من 6 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل. خاصك تنجح في الاختبار الافتراضي اللي غادي تدوز عبر الانترنت، وتكون عندك معرفه شامله حول التجاره الالكترونيه، تكون عندك معرفه شامله في مجال المعلوميات باش تحل المشاكل ديال الكمبيوتر. الا جاب الله عندك مشكل في الكمبيوتر يمكن لك انك تحل المشكل هذا من غير ما انه يدخل شي واحد اخر. وكذلك تكون عندك قدره استيعاب المعلومات الجديده بسرعه، واللي غادي تاخذها من عند العملاء ديالك. اشنو هما الشروط المطلوبه باش تخدم مع امازون؟ خصك اول شيء تكون عايش في جهه الرباط او سلا او القنيطره او الدار البيضاء الكبرى. خصك تكون عندك مساحه عمل في مكان هادي ومعزول في البيت. بالنسبه للانترنت خص تكون عندك ADSL ابتداء من 12 ميجا، وبالنسبه للناس اللي عندهم 4G يعني غير مقبوله باش تكون عندك الخدمه مزيانه وبدون انقطاع. وقبل اليوم الاول من العمل غادي يجيبوا لك كل المعدات ديال الخدمه، منها كمبيوتر، ديزاكسيسوار باش تكون الخدمه رسميه.
بعد ما اخواني تعرفنا على الشروط واشنو غادي نديروا في الخدمه والصالير اللي غادي ناخذه بالنسبه لهذه الخدمه هذه، جاء الان مرحله ديال الطلب ديالنا ولا ندفعوا الطلب ديالنا لهذه الشركه هذه. ضروري اننا خصنا نتسجلوا في امازون جوبس. امازون جوبس هي واحد المساحه ولا واحد الموقع اللي غادي نديروا فيه واحد الكونت ديالنا خاص بالمعلومات ديالنا باش نخدموا مع هذه الشركه ديال امازون. اذا اول شيء اخواني غتدخلوا لهذا الموقع اللي غادي نحطوا لكم في صندوق الوصف. بعد ذلك اخواني غادي تدخلوا على فوتخو كونديداتور بهذه الطريقه هذه. ذلك اخواني غادي تبان لكم هذه لاباج هذه. اول شيء غنديروا غنضغطوا على هذه البلاصه الاولانيه اللي كتبان لكم هنايا جو بوستولي بور ان بوست اون انتربريز بهذه الطريقه هذه، كليكوا عليها. غتبان لنا هذه لاباج هذه اللي كتقول لنا اننا خصنا نديروا يعني كريو الكونت ديالنا في هذا الموقع. واللي ديجا عنده كونت غادي يدير غير ايميل ويدير كونتيني ويدير مود باس. اذا هذا الشرح بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كونت. اذا غادي نمشيو مباشره غنديروا هنا كري ان كونت بهذه الطريقه هذه مزيان. اذا هذه المرحله هذه غادي نكريو الكونت ديالنا في امازون بوان جوبس. اذا هنا غنديروا واحد الايميل هنايا ديالنا ونعقلوا عليه يعني يكون ايميل خدام لان غيتصيفط فيه واحد الكود ديال كونفيرماسيون. هنا غادي نسيزيو المود باس ديالنا وهنا غادي نعاودوا المود باس ونضغطوا على كري ان كونت. بعد ما اننا دخلنا هنايا الايميل ديالنا وندخلنا المود باس وعاودنا نفس المود باس غادي نضغطوا على كري ان كونت. اذا في المرحله هذه انه صيفط لنا واحد الكود. هنا هذا الكود هذا غادي نلقاو في جيميل ديالنا. غادي ندخل للجيميل غنلقاو واحد الرساله صيفطتها لنا امازون. غناخذوا داك الكود اللي كيتكون من 6 ديال الارقام وغادي نكون ندير له كوبي نقول هنايا ونضغطوا على فيريفي. اذا اخواني كيف كتشوفوا هنايا هذا هو الميساج اللي تصيفط لنا من امازون اللي هو كود ديال الفيريفيكاسيون. غادي ناخذوا هذا الكود هذا نديروا ليه كوبي ونمشيو مباشرة لهذا المكان ونديرو كولي. بعد ذلك غادي نضغطو على فيريفي. بعد ذلك اخواني غادي ندخلوا هنايا لهاد المكان ديال لابليكاسيون. يعني هنا كتكون هنا كتجيك الخدمه في هذا المكان هنايا يعني كيجيك الخدم اللي غادي تدوز كلهم غادي يجيك في هذا المكان. اذا غنديروا لي طابل اخرى اخواني اللي هي غنمشيو مباشره للبروفيل ديالنا بهذه الطريقه هذه. نضغطوا على بروفيل. بعد ذلك اخواني هنايا غندخلوا المعلومات ديالنا وغندخلوا السي في ديالنا في هذا المكان. اذا اول شيء اخواني غادي ندخلوا السي في ديالنا ونضغطوا على براوز ديفايس بهذه الطريقه هذه وندخلوا ونحطوا السي في ديالنا ونضغطوا على اوفغير بهذا الشكل هذا. ها هو السي في ديالنا تحمل في هذا المكان هنايا. بعد ذلك غادي نهبطوا للاسفل وهنايا غادي ندخلوا المعلومات ديالنا بهذه الطريقه هذه. هنا غادي ندخلوا هنا الاسم الاول وهنا الاسم الثاني وهنا غادي ندخلوا النمره التليفون ديالنا. غنقلبوا على نقلبوا على المغرب بهذا الشكل هذا. يعني كاينين الدول كلهم يعني دول العالم كلهم راه كاينين في هذا المكان هنايا. نقلبوا على النيجاتيف ديال المغرب هو هذا اخواني. بعد ذلك اخواني غندخلوا نيميرو التليفون ديالنا ما غاديش نديروا صفر ندخلوا ديريكتومون. انا اخوان بعد ما اننا دخلنا حطينا السي في ديالنا في هذا المكان وهنا دخلنا البرينو ديالنا هنا درنا لونو ديالنا هنا درنا الايميل هنا درنا نمره التليفون وهنا العنوان ديالنا يعني العنوان الكامل يعني فاش البلاصه فاش ساكنين والمدينه فاش ساكنين. بعد ذلك هنا غنديروا المدينه نختاروا نكتبوا هنا المدينه ديالنا وهنا غنكتبوا الكود بوستال ديالنا يعني الكود بوستال يعني الطريقه سهله. غتدخلوا تمشيو لجوجل وغتكتبوا كود بوستال مثلا كود بوستال كازا او كود بوستال كازا عين الشوق او كود بوستال مثلا اكادير مثلا العنوان في اكادير يعني غادي يعطيكم الكود بوستال غديروا له كوبي غتقوليو في هذا المكان. وبالنسبه لهنايا يعني تقلبوا على موروكو بهذه الطريقه هذه تقلبوا على موروكو. بالنسبه اخواني لهذا المكان في هذا الريكلاج بهذه الطريقه هذه ندخلوا للريكلاج غادي نلقاو هنايا ان يعني الخدمات اللي غادي نقوموا بهم غادي يجيونا عبر الجيميل ديالنا. نترجموها بالطريقه هذه سيتم اعلامك باخر منشورات وظائف امازون واعلام فرق التوظيف باهتمام يعني اشترك في يعني اخرجك في البريد الالكتروني ديالك اللي تسجلتي به. وكذلك غادي يجيوك الاشعارات ديال طلبات الوظائف عبر الرسائل القصيره ديال النمره التليفون اللي حطيتي في النمرة التليفون اللي حطيتي في التسجيل في الاولين. انا اخواني اتينا لنهايه الحلقه هذه كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديدنا. واذا كان هناك اي تساؤل حطوا لي في التعليق والروابط راح لكم في صندوق الوصف. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.